السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سجين بسجن رومي بلبنان، بناشد كل صاحب منبر، كل صاحب كلمة، اللي بحبوا يوصلوا صوتنا. أتمنى توصلوا صوتنا للجميع، تكتبوا عنا بالفيسبوك بالتويتر، شاركونا. نحن هون بقلب السجن لا كهرباء لا مي لا أكل لا طبابة لا جلسات. نحن بسجن رومي صرنا نحن المنسيين، نحن منسيين هون. نتمنى انكم كلكم تشاركونا وتساعدونا بإيصال صوتنا لكل انسان حر، كل انسان صاحب ضمير. بتمنى منكم انه نحن هون وضعنا صار وضع يرسى له. ان كنا سوريين تعدادنا ما يقارب 300-350 شخص بقلب سجن رومي المركزي بلبنان. المعاناة لكلياتنا، مو بس سوريين، سوريين ولبنانيين. بس انا بتمنى انه تشاركونا انتو كلياتكم منابركم، بكلمتكم الصادقة، تشاركونا لتوصل معاناتنا لأكبر عدد ممكن من الناس. ورجاء وتمني خاص على كل حر، على كل إنسان شريف، إنه ما يسمع رسالتي ويتجاهلها، يساعدنا ولو بصوته ولو بكلمة ولو بتغريدة وحدة، لحتى نوصل صوتنا لأكبر عدد ممكن من الناس. نحن أمورنا يرثى لها، يعني أمورنا وصلت للنهاية. برجع بعيد، لا في كهرباء لا مي لا أكل لا طبابة، حتى جلسات ما عم ننزل. أنا بتمنى من الكل، من كل إنسان عنده كلمة، من كل ناشط، من كل إعلامي، كل حر، كل صاحب ضمير، شاركونا ولو بتغريدة ولو بكلمة وحدة. رومي تستغيث، نعم رومي تستغيث. وبتمنى من الكل انه رب العالمين يوفقنا ويوفقكم، وما تنسونا، نحن اهلكم، نحن اخواتكم داخل سجن رومي. عم نوصل هذا الصوت لكم لحتى تكونوا سند لنا برا بعد الله عز وجل، وتشاركونا بالكلمة الطيبة، وما تنسونا. الله يجزيكم الخير جميعا.